خلي كل اللي في نفسك تلاقيه. الجينز من القماشة القوية والعملية اللي بيتعمل منها أكتر، بيتعمل منها قطع ملابس كتيرة جدا، وكل واحد فينا لو فتح دولابه هيلاقي فيه أكتر من قطعة بالجينز. صح، كمان الولاد بيلبسوا البناطيل الجينز، والبنات تلبس الجيبات الجينز، وكمان الفساتين الجينز. زي صح. جميلة صح. كمان لو والولاد والبنات بيلبسوا القمصان الجينز والجواكت الجينز البناتي والولادي، يا ترى ايه في دلوقتكم بالجينز؟ من الجينز يعني؟ من الجينز. انا عن نفسي عندي فستان وقميص وجاكيت، وانا عندي كوتشي جينز. اه حلو قوي. انت عندك ايه يا زينب؟ هبقى اوريهولك بعدين. عندي قميص وعندي فستان جينز برضو. بس حضرتك يا بابا. طيب لا، انا عايز اقول لكم، انا عندي دولاب جينز. انا هقول لكم على حاجه. ايه رايكم بدل ما احنا عمالين نقول الكلام ده كله، احنا برضو هنقول لاصدقائنا اصدقاء البرنامج اللي متابعينا دلوقتي ان احنا عاملين لكم مفاجاه لطيفه جدا في لمس الجمال، ان احنا هنوريكم اعاده تدوير الجينز، وهنبدا معاكم بالنسبه للبنوته الصغننه اللي عندها 3 او 4 سنين، الجيبه القصيره اللي ممكن نعملها من بنطلون جينز. هنعملها لا. ازاي البنطلون الجينز القديمه هنعملها ازاي من بنطلون جينز اعاده تدوير؟ يا ريت نشوف ده مع الصور ونشرح لكم واحده واحده هنعمل ده ازاي. يلا بينا. يلا بينا. دي برده فيها كده ولا ما فيهاش؟ اول حاجه البنطلون القديم ده اهو، اول حاجه فيه ان احنا بنقص البنطلون زي ما المقص موجود كده من تحت الحجر بتاع البنطلون. كم؟ تتعرف بنضيق البنطلون على مقاس البنوتة الصغنونة، وخدوا بالكم لما بنضيق من ناحيتين مش ناحية واحدة. يعني مثلا محتاجين نضيق 20 سنتي، هناخد من سنتيمتر هناخد من هنا 10 من اليمين ومن الشمال برضو 10 سنتيمتر وهكذا. قولي بقى لو عادي. تعرفي كمان ان احنا ممكن نعمل من البنطلون ده جيب. بنقص بقى الحجر اهو اللي ظاهر قدامنا، بنقص الحجر الرجلين. بتاع البنطلون خياطة الرجلين عشان يبقى كله، يعني مفيش خياطة في النص خالص. بالظبط، يعني نقص خياطة الرجلين، فاضل من رجل البنطلون حتة صغيرة، بنقص الخياطة اللي فيها عشان نفتح البنطلون، وبنقصه برضو من فوق، بنقص خياطة أو زي ما ظاهر قدامنا على الصورة، خياطة الحجر بنقصها. وبعد كده بنخيط بقى، بنخيط النص اهو، النصين اللي هم المفتوحين مع بعض كده من البنطلون على بعض بنفس الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا بالظبط. ركزوا في الصورة اللي قدامنا، بنخيطها من قدام ومن ورا. نخيطهم بمكنة الخياطة، بعدها نساوي الجيبة من تحت. لو اهو كده بقى بنبتدي نساوي الجيبه زي ما ظاهر قدامنا على الصوره، بنساويها كده عشان الطول يبقى مظبوط، يبقى هي كلها طول واحد، وبنقص الزيادات كمان. وبعديها بنسرفل الجيبه من تحت بمكنه الخياطه. السرفله دي بقى معناها ايه بقى؟ ان احنا لو عندنا طرف زياده او كده بنساوي بالخياطه كلها عشان برضو القماش ما يبقاش منه نازل فتل كده، ففي حاجه اسمها السرفله، بنخيطها كلها كده زي التانيه كده، تبقى قويه وشكلها مرتب ومنظم كده. نكون عملنا كده، خلصنا الجيبه. ايه رايكم بقى فيها عامله ازاي؟ دي اعاده تدوير لبنطلون قديم لجيبه صغننه 3 4 سنين. انا عارف، انا مره صاحبتي كان عندها نخش على التانيه. طيب ماشي ماشي. برضو نفس النظام، جيبه بس الجيبه دي متوسطه، دي لبنوته كده 10 12 سنه بس بيتلبس تحتيها بنطلون كولون كده عشان برضو تبقى الجيبه شيك، وتحتيها بنطلون اسود مثلا، والبنات طبعا بتحب تلبس الجيب كده على البنطلون ده، بيبقى برضو موضه لطيفه. الخطوات بقى هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنجيب بنطلون جينز قديم
بنطلون بابا او اخوك الاصغر الاصغر منك اكبر منك اكبر منك عشان نعمل طبعا منك. حاجه او اتقطع ما بقاش نافع ونحاول نستفيد بيه. بالظبط. هنقص رجلين البنطلون من عند الخياطه بالظبط، هنقصهم بالطول زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الصوره. بنقص البنطلون من تحت لحد الحجر فوق كده يبقوا كلهم كده ميه واحده من عند الخياطه. وزي ما قال بابا فعلا هنقص خيطه الحجر كمان. وبرده زي ما بتقول جميله هنقص خياطه الحجر. وبعد كده هنخيط الحجر في بعضه بنفس الطريقه اللي عملناها في الجبال القصيره. بالظبط. وبعد كده هنقص رجلين البنطلون على حسب طول الجيبه اللي احنا عاوزينه، بما انها جيبه متوسطه يبقى غالبا هنقصها من عند النص. صح. بعد كده بقى هناخد الحتتين اللي قصيناهم من رجلين البنطلون ونعمل بيهم وصله، حاجه زي ديل السمكه كده، هو الشكل بتاعها اهو زي ما احنا شايفينه، حاجه زي ديل السمكه كده، بنحط من الناحيه دي ومن الناحيه دي اللي هي الرجول بتاعه البنطلون اللي قصيناها عشان نحاول نوسع الجيبه تبقى لطيفه. وبعدها هناخدهم ونخيطهم بمكنه الخياطه، تقدروا تخيطوها بنفسكم او تطلبوا من ماما او تيتا، يا ريت يكون حد كبير عشان ما تعوروش نفسكم. صح. بيعرف يخيط ويخيطها لكم، يخيط لكم الجيبه او تودوها الخياط. ممكن حتى تخيطوها على ايديكم او تودوها الخياط وتشرحوا له المطلوب اللي انت عاوزينه. وبعد ما خيطنا بقى هنقص برضو الحاجات الزياده وبرضو نحاول نسرفل برضو نفس الجيبه بعد ما نقصها ونسويها، وتبقى في الاخر عندنا هتطلع بالشكل اللي هيظهر قدامنا دلوقتي بعد السرفله. طيب. ادي السرفله اهي عشان نسويها، وادي الجيبه اهي قدامنا. جيبه شايفين جميله جدا. ازاي مش جميله بنتي؟ لا انا قصدي على الجيبه. نخش بقى على تالت جيبه معانا، وتالت جيبه دي اللي هي الماكس او الطويله، ودي للبنات الكبار اللي بتكون بتقول هتاخدها بقى بطول البنوته كلها من دي بنحتاج فيها طبعا بنطلون كبير. صح. بنطلونين وممكن كبار. نحتاج فيها بنطلونين جنس لانها جيبه طويله فهتحتاج قماش اكتر. صح. فهتحتاج بنطلونين. هنقص رجلين من عند الخياطه زي ما عملنا في الجيبه الجيب اللي فاتت بالطول برضه، وكمان قص خياطه الحجر. بس هتشوف دلوقتي. هنشوف الصوره بتاعت قص خياطه الحجر دلوقتي، وبرده هنعمل نفس اللي عملناه بس المره دي بقى الطول هو اللي بيفرق معانا. برده هنعمل نفس اللي عملناه، هناخد برده هنخيط ده في ده ونوصل بالبنطلون التاني الوصله اللي في النص من ورا ومن قدام، بحيث ان في الاخر خالص بعد ما نقص الزيادات وبعد ما نسرفل في الاخر تطلع الجيبه بالطول وتبقى للبنود. جميله. وعملنا حاجه اسمها اعاده التدوير للجيب الجنس. فكره حلوه. تعالى نشوف شكلها اخر لما كنا عملناها. ادي اهو شكلها في الاخر بقى هنخيطها بقى من ورا. تعرف معنى كده ان لو حد اتبرع ببناطيله جينز ممكن بنوته تاخدها تعملها تحولها. اقول لكم على الموقف حصل قبل كده. اتفضلي. في واحده صاحبتنا يعني معانا في المدرسه يعني على قدها شويه، فهي عملت فكره حلوه جدا انها جابت جيبه جينز ما كانتش محتاجاها، فعادت تدويرها بس بطريقه مختلفه، قصتها وعملت منها مقلمه وزينتها بكور كده تبقى في الفساتين ساعات. معلش انت فعلا انت عارفه انتوا فاكرين انتوا بس في البدايه. ايه رايكم في موضوع الجياب الجنس؟ فكره حلوه جدا. هل انتوا كنتوا تعرفوا ده قبل كده؟ لا وانا عارفه بس ما جربتش قبل كده. يعني لا يعني كنت تعرفي؟ ايوه. لا تعرفوا التفاصيل بالظبط زي ما ظهر قدامنا كده. طب الخطوات دي يعني تقدروا انتوا الاثنين بمكنه الخياطه اللي عندنا دي وبنطلونين ثلاثة جنس من بتوع بابا اللي انتوا عمالين تلعبوا؟ بابا انت ما عندكش، انت كل حاجة جد 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 جدك ده، اقعد ساكت انت وعبد المقصود. هل انتوا تقدروا تعملوا جيبة لنفسكم بالحاجات دي؟
بس محتاجين حد كبير عشان يساعدنا في مكان الخياطة. طيب بس انتوا استفدتوا من الخطوات دي صح؟ اه. طب ويا رب يكونوا اصدقاء البرنامج استفادوا من الخطوات دي وحاولوا يعني حتى لو انتوا فكرتوا ان انتوا عندكم بناطيل جينز وانتوا مش هتستخدموا الجيب من البناطيل القديمه دي، انتوا ممكن تعملوا اعاده التدوير وتعملوا جيب وتدوها